هي ما عم ترد علي ويمكن تقتنع معك. قالت إنها بدها تتطلق وباين عليها مصرة، وهي ما أنا من النسوان اللي بتتحرك بآراء غيرها. هي بتسمع كلمتك، إذا أنت تأخذ موقفك عن جد فما فيها توقف بوشك، وكلمة الطلاق لازم تشيلها من راسها نهائيا. هلأ يمكن يكون في حل، أعطيها شوية وقت. ماشي يا أخا، تمام. بالمناسبة أغا، في قصة عم تنحكى هون وهون. هلأ مزبوط ما في شي واضح لهلأ، بس يعني فينا نقول مبروك أخي ولا شو؟ على شو؟ علي رضا مثل ما حطيته قيادي هلأ رح يصير صهرك كمان أخي، مو هيك؟ ومن مين سمعت؟ أغا الناس كلياتها حالياً عندها فضول عن علي رضا، وطبيعي إنهم يسألوا عنه، وأنا بصراحة كمان إجا لعندي كم شخص وسألوني يا ترى عطيتوها المهمة لأنه حيصير صهر حكمة آغا؟ مدحت، أنت كيف بتسمح لأسم بنتي يمرق بهيك أحاديث سخيفة وما لها أي طعم بنوب؟ إذا في حدا بده يصير صهري فأنا بالأول بخبر الناس اللي لازم يسمعوا، ما هيك؟ أخي إذا غلطت لا تواخذني رجاءً، بس أنا فكرت إنه خالدة في إلى دور بإنك عم تدافع عن علي رضا كل هالقد مو أكتر. لا تخليني أرتكب جريمة هلأ، أنا إذا عم أقول عن شي مانو موجود فمو موجود، ما تكتر حكي. طيب أخي أنت لا تعصب، خلص روق أعصابك وإهدى، من هلأ ورايح ما رح خلي حدا يفتح تمه. مدحت، خلص أخي خلص، ما تكتر حكي. أنا في عندي شوية شغل ومضطر أمشي هلأ. صبري صبري، أمرك. قول لحسن الأسود يجي لعندي بسرعة، تحرك فورا يا معلم. ايش هو هاد يا ريحة السيارة بتقتل؟ غسلتها مرتين وما راحت الريحة، جاي عبالي احرقها. حلو عنا يا لك، مشتهي شي مرة ما تنق مثل النسوان يا فاتح. سيارتك ورجعت لك، شو لسه بدك؟ وليش متوتر معلم؟ ابني فؤاد أرصوي على سن ورمح، تارك شغله وجاي يزورنا بالموقف. هالزلمة ما منه خير، أكيد في شي وراه ولهيك متوتر. صحيح إنه فاتح عم بينق معلم، بس أنت مزودها شوي مشان فؤاد. كيف يعني؟ ابنه استقر بالحارة، وإذا إجا أبوه ليشرب شاي هون ولا ما إجا شو رح يصير يعني؟ أيوه مظبوط اللي سمعته عمي حسن، قال فؤاد أرسوي جاي لعنا، إشي حلو والله. هو مو جاي لعنا، جاي على مكان علي رضا الطاي، مفهوم؟ هلأ بس يجي الرجال ما تتغلص مثل عدك وتخجلنا، أحسن ما أحسب الله ما خلقك وعمل فيك اللي ما صار بنوبة. عمي حسن أنا ليش كل ما بحكي كلمة دغري بتقب علي؟ لا إله إلا الله. هدينا فاتح هدينا. أهلين صبري. وعليكم السلام. خير؟ علي رضا وفؤاد أرصوي جايين ونحن ناطرينهم. لا إذا القصة هيك ما رح استنى حدا، جاي فورا. شو في معلم؟ فريد صبري دقلي حكمة آغا بده ياني يروح لعنده بسرعة، وبس يوصل علي رضا لعندك بتخبره بهالشي. تمام؟ تمام. صحيح فريد؟ ايه معلم. بغياب انتبه عليه منيح، ما بيفتح تمه قدام فؤاد بنوب. عندي الموضوع خلص ما تاكل هم. شو هالقصه هي هلا؟ عم نتبهدل من ورا فؤاد أرسوي؟ انا اصلا مو ناقصني، إيه سيارتي طالعه ريحتها. هدونا دادا، روح شمها طالعه ريحتها.
لأنه علي رضا إجا لعنا وهنا بمكاننا، فشرت عينه أن يروح لعنده وبوس إيده. إذا نويت الحرب بدك تبعد الروس الكبيرة عن بعضها ومنسحب الباقي لصفنا. ولعلمك في كتير رجال معاجبون استلام علي رضا لمكان براق، بس من خوفهم ما عم يسترجوا يحكوا. معلم، في عندك زيارة. مين؟ براق أرسوي معلم. قل له مالي هون، هلأ مالي رايق له بالمرة. اطلع على برا. الحمد لله على سلامتك معلم حسون. والحمد لله على سلامتك أنت براق. عم يتعبوك بالشغل آخر فترة، بدك تتعود، الوضع الجديد تغير. معه حق. ليش لحتى ما أكون صريح؟ شغلنا كتير بيتعب. هذا اللي بده يصير. تكبرك رح ينهيك. غصبا عن أبوك أخذوا من إيدك إمبراطورية بحالة، بس إنهم يسلموا الشغل لولد صغير، هي كبيرة بحقنا ورح نحاسبهم عليها. أي حاسبهم؟ مين قال لك ما تحاسبهم؟ أنا جاي لعندك مشان تحاسبهم. أنا برأيي ما عاد يجيكم خير من المجلس، وما على الرسول إلا البلاغ. أعضاء المجلس مصدين من كتر القعدة على الكراسي، وهمهم الوحيد كيف يحافظوا عليهم. يعني ما عاد يجي منهم خير لا لحالهم ولا لألكن. ها، مشان ما تقولوا لي ما قلتلكن. السوق كله تحت إيدهم، وما في حدا غيرنا عم يوقف بوشهم. إيه؟ وأنتوا أصلاً يا أغاوات بلشتوا بأول حركة. مو حضرتكن ما رحتوا على الحفلة؟ أخدتوا موقف رجولي وخدوا هالحكي مني. السوق أصلاً ماشي ماشي، والغاز الطبيعي شغال وناطر شرارة ليولع. وأنتوا يا أغوات الشرارة صارت بإيدكن. خليكن ثابتين على مواقفكن مثل ما أنا بعرفكن. وإذا حبيتوا نحط إيدينا بإيدين بعض ونتحد، بوعدكن أنه هداك المجلس رح يسكر بوابه، وساعتها منسيطر على السوق كله. اللي ياها من الآخر براق، بدك تعلن الحرب على أبوك؟ يعني ما فيك تقول هيك بالضبط حسون. آغا فؤاد بيك وبتعرفه، تهجموا على ابن فؤاد أرسوي وحكموا عليه، قولتك رح يقبل هالحركة؟ معقول يبلعها هيك بكل بساطة؟ ما بتوقع أنه رح يتقبلها. أنا خليني أتحرك شوي وأقوى لحتى يشتد عودي، وبتشوفوا ساعتها فؤاد أرسوي كيف رح يوقف جنبنا بحركة واحدة بكبه للمجلس. مثل عادتك بتحكي كلام أكبر منك. ليش أنت أي قوة ضلت معك؟ قال شو بدنا نتحرك؟